أقول بيني وبين نفسي إذا لم أكن في ساحة البيت طائفة أطوف على الفقراء لأجمع زادي. إذا لم أكن، إن ما كنتش أنا بنت أهل الطواف في الكعبة في ليلة القدر، خد يا حبيبي كيسين كده وملاهم لحمة ولف على الناس بفلوس العمرة اصرفهم على الناس على الغلابة، وستجد برد رحمة الله في قلبك، وستجد برد رحمة الله في قلبك. وإذا لم أكن في ساحة البيت طائفة أطوف على الفقراء لأجمع زادي. أنا بروح للفقراء مش عشان أديهم، عشان أخذ منهم. أخذ إيه؟ كأنت تعطي الفقير ذنوبك، غسل ذنوبك، وتأخذ منه نورا يصيب قلبك. أنت لا تعطي الفقير من عندك، لكنك تعطي الفقير وتعيش من عنده. فلولا الفقراء، فلذلك قال سيدي عبد القادر الجيلاني: الفقير هدية الله لك فلا ترد الهدية. وإذا لم تجد فقيرا يطرق بابك فابحث عن الفقراء كي تأخذ هذه الهدية. وإلا يا عباد الله، تطوفون بالبيت الحرام وفي القلب صنم. الإنسان منا يطوف بالبيت الحرام والقلب به صنم. صنم حب المال، الجنيه صنم في قلبي وقلبك. مش عارفين نتخلص من امتلاكنا للقرش، مش عارف اتخلص من امتلاكي للمال، مش قادر. هو اقوى رغبتي في امتلاكه اقوى من رغبتي في انفاقه. ولذلك ربنا علق على باب القبول وقال: يا ايها يا جماعه، مش هو بقى انا اللي بقول قبل ما اقول لكم كلام ربنا، يا جماعه اللي منتظرين ليله القدر وعايزين ربنا يديك فيها ثواب 83 سنة، يا جماعة اللي عايزين ربنا يمسح ذنوبكم مسح، يا جماعة اللي بتستنوا ليلة القدر، اسمع معي قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفق. لا يكمل إيمان العبد حتى يكون فيما عند الله من المثوبة أوثق بما في جيبه من المال. لازم تكون واثق باللي عند ربنا، أو دعته عند ربنا أكثر من ثقتك بفلوسك. من اعتمد على ماله قل. والله إن في المزابل طعاما يكفي أمما من قسوة قلوب الناس. في المزابل ترى أطعمة من أجود وأنقى الأطعمة، تقول له يقول لك ما عشان ما يعرفش احنا طبخنا ايه. شوف الشيطان بيزينها له كيف، بيحليها في دماغك عشان يحرمك. يقول له اخوك ساكن جنبك، يعني احنا كنا حته فرخه ولا ديك رومي ولا بتاع، والواد ساكن جنبينا هنا اخويا ده مع غلبان. طب اللي كلناه اللي فايض ودوه، يقول لك ما يعرف ان احنا كنا فراخ. طب ما يعرف زي بعض، ما انت وديته. لا، ما احسن يحسدونا. ليه كده؟ ليه البخل وسوء الظن؟ ايه الشياطين اللي ماسكه القلوب دي؟ وحرمك الشيطان ثواب انك تكرم اخوك وتكرم جارك، وكمان حرم كتبت عند الله من المبذرين. فيقوم ستنا السيده عائشه تقول ايه؟ استبقت الكتف بس والباقي وزعته. واحد من اهل الذوق قال لي تعال نمسك الحديث ده. قالت يا رسول الله خلي بالك، قالت سيدنا النبي بيحب ايه؟ وراحت موزع الباقي، يبقى هي ما كلتش. يبقى هي ايه؟ يبقى ستنا عايشه كلت؟ ما كلتش، مش مهم، المهم سيدنا النبي ياكل والامه تاكل. وانت يا ستنا؟ قالت ما هو ياكل فاشبع. اصلا متربيه في قلب ابوها يقول شرب النبي فارتويت. ناس متربيه صح. يبقى اللي احنا هناكله هو ده اللي رايح، ما مش محسوب، واللي طلعناه هو ده المكتوب. هذه الفلسفة وهذا الذوق العالي من الزهد النبوي وهذه السنة في أعلى معانيها الإنسانية وهذه السنة في أعمق معانيها الاجتماعية نحتاج إلى كثير من أن نتذوقها. نحتاج إلى من يعصر من خمرها ويسقينا، لأننا نعيش في زمان
على بحر زبد السطحية الغير مشفق على هذه الأمة من أن تتسنى له أنوار ليلة القدر. Thank you.